بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحشتوني كتير كتير جدا جدا. اخباركم ايه حلوين؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة. يا سكر رب زيادة. حبكم جدا 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 جدا. بنرحب بكل الناس الجديدة اللي دخلت القناة معانا. كبرتوا عيلتنا ونورتونا وشرفتونا، ويا ريت يا ريت تعملوا شير علشان عيلتنا تكبر اكتر واكتر. وزي ما بنبتدي حلقتنا كل يوم بالصلاة على الرسول، يلا نبتديها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يلا ندعي الموتانا وندعي مرضانا. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرة. ربنا يرحمك ويغفر لك ويسامحك يا أم زياد. لا تنسوا الدعاء لأختنا أم زياد. اللهم تقبل يا رب العالمين يا رب. النهاردة كام يا ولاد؟ النهاردة الحلقة 22. هو بيجري واحنا ملحقناش. احنا عمالين نجري 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 نجري. ويا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يقدرنا على فعل الخير، ويا رب يا رب يا رب يتقبل منا الصيام والقيام والصلاة والدعاء والصدقات يا رب العالمين يا رب. النهاردة يا جماعة ليلة وترية. النهاردة تاني ليلة وترية في العشرة الأواخر من رمضان. النهاردة ليلة 23. النهاردة ليلة 23. ما تنسوش يا جماعة الصلاة والدعاء، واكسروا من دعاء اللهم إنك عفوا كريما تحب العفو فعفو عنا. اوعوا تنسوا الدعاء ده، اكسروا منه على قد ما تقدروا. اللهم إنك عفوا كريما تحب العفو فعفو عنا، فإن عفى عنا الله فماذا بعد العفو، فإن عفى عنا فماذا بعد العفو. فالنهاردة تاني ليلة وترية، اوعوا تتركوها، اوعوا تتركوها ارجوكم. صلاة ودعاء وتلاوة قرآن، صلاة ودعاء وتلاوة قرآن. وادعوا كل اللي نفسكم فيه، كل اللي نفسكم فيه وكل اللي انتم بتتمنوه ادعوه. ادعوا بالزواج، بالصحة، بالعمر، بالرزق، بالمال، بالذرية. يا رب يرزقك يا شيماء يا بنت عم، يا رب الخلف الصالح، يا رب الذرية الصالحة، ويخرجك من هذا الشهر مقبورة ان شاء الله. عايزة ما تنسوش دعوة 40 مستجابة، ادعوا لها كتير قوي. شيماء بنت عمي فتحي ادعوا لها كتير قوي، ربنا يا رب يستجيب يا رب ليكم ولينا وللجميع يا رب. عايزة اقول لكم يعني الدعاء ده حاجة جميلة. الليالي دي اغتنموها، اغتنموا العشرة الاواخر، بس في الاخص الليالي الوترية. احنا زي ما احنا قلنا ليلة القدر في العشرة الاواخر. اي ليلة وترية يعني في العشرة الاواخر والليالي الوترية. والليالي الوترية قلنا 21 عدت، ليلة 23 اللي احنا فيها النهاردة، ليلة 25 27 29، خمس ليالي. عد منهم ليلة، فاضل عندنا اربع ليالي. اللهم بلغنا اياهم، اللهم بلغنا اياهم، اللهم بلغنا اياهم. ادعوا على قد ما تقدروا. وتعالوا بقى وادعوا امتى؟ ادعوا كده بعد الساعة 12 بالليل، في الثلث الاخير من الليل، يعني الساعة واحدة واحدة ونص كده. قوموا توضوا وصلوا ركعتين لله، وقعدوا على السجادة وقرأوا لكم جزء او وجه او ايتين، اقرأوا اللي انتوا تقدروا تقرأوا. وحدوا ادعوا بقى، بصوا ادعوا على قد ما تقدروا. عيطوا وابكوا وتزلوا، تزلوا قوي قوي. اصل الذل الى الله معزة. زلوا نفسكم لربنا قوي 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 قوي. اصل كل ما تزل نفسك لربنا كل ما تزيدك رفعة بين الناس. من خاف الله خافه البشر، ومن خاف البشر خاف من كل شيء. ايه ده؟ يعني انا لما اخاف ربنا البشر يخاف مني؟ لان انت ماشي ومعاك جنود من جنود الله، ملائكه معاك، جنود حرساك. انت عايز ايه تاني؟ ده انت خايف من ملك الملك. انت معاك ملك الملك، هتخاف من ايه وانت معاك ملك الملك؟ هتخاف من ايه؟ طيب لو انت بقى خفت الناس وما خفتش ملك الملك، هتلاقي نفسك خايف من كل شيء. خايف تعمل كذا الناس تقول كذا، خايف تعمل كذا الناس تقول كذا. اصل انت خايف من الناس، انت مش خايف من رب الناس. فما تخاف من رب الناس يخافك الناس. فالمذلة الى الله رفع بين الناس. عيط، ولو مش قادر تعيط تباكى، افتكر موقف يخليك تبكي.
عيط بين يدي الله، عيط وذل نفسك ليه قوي 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 قوي، وقول له قول له قول له يا رب انا محتاجك، قول له يا رب انا عايزك جنبي، قول له يا رب انا عبد خطاء، يا رب يعني انقذني يا رب، انقذني يا رب من الفتن، يا رب حواليا فتن كذا، يا رب كذا، يا رب كذا، يا رب انا نفسي ان انت ترزقني بالمال، يا رب انا نفسي ترزقني بالذريه، يا رب انا نفسي ترزقني بالزوجه الصالحه، يا رب نفسي ترزقني بالزوج الصالح، يا رب يا رب. ادعوا بكل ما تتمنوا، اللي انتوا بتتمنوه ادعوه لله عز وجل. انا ما بيجي مثلا بتعامل مثلا مع طفل او حاجه ويجي ايه يقول مثلا انا عايز كذا او كذا، اقول له طب ما تطلب من ربنا حتى لو انا اللي هعملها، وما اجي اعملها اقول له شفت بقى ربنا استجاب فانا رحت قدمتها لك، ايه رايك بقى شفت ربنا استجاب لدعواك. علموا اولادكم ان هم يدعوا لله، علموا اولادكم ان هم ما يحتاجوا يحتاجوا لله، علموا اولادكم ان هم ما يتذلوش لحد، يتذلوا لله. فما تعلموا اولادكم كده هتطلعوا ذريه حلوه، هتطلعوا ذريه صالحه، هتطلعوا ذريه جميله. علموهم يخافوا من ربنا، مش علموهم يخافوا من الناس، علموهم يحبوا ربنا، يخافوه ويحبوه. علموهم الحب، ان هم يحبوا الاله، الاله واحد. علموهم يحبوا سيدنا محمد. هاتي اولادك بعد الصلاة، بعد صلاة العصر قولوا يلا اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، استغفر الله العظيم، صلوا على النبي، سبحوا كبروا. علميهم إزاي يحبوا ربنا، علميهم إزاي يتناجوا مع الله، إزاي يتكلموا مع ربنا. علموا أولادكم كده. تعالوا النهاردة ليلة وترية، قولوا لهم يلا يا ولاد، اللي عندهم أولاد قولوا لهم يلا يا ولاد احنا النهاردة ليلة وترية، احنا النهاردة عايزين نصلي وندعي، واللي عنده حاجة نفسه فيها يقول لربنا. واسمعوا أمنيات أولادكم، واللي في قدر مستطاعكم حاولوا تحققوه، وتقولوا لهم إن الله استجاب. حاجة بسيطة اهي، النهاردة ليلة وترية، النهاردة ليلة وترية، اجمعوا أولادكم وصلوا بيهم وخلوهم يدعوا، وحاولوا تسمعوا امانيهم، واللي تقدروا تنفذوه لهم نفذوه، وادعوا ربنا ان يعينكم على تنفيذه، وقولوا لهم ان الله استجاب، عشان يحبوا الله اكتر. اصل احنا بشر فبنحب قوي الذي يمن علينا، والذي يمن علينا هو الله، ربنا هو اللي بيمن علينا، ربنا بيمن علينا كلنا، ربنا هو الذي يعطينا رزقنا، على الله مش على حد. اوعى تفتكر ان رزقك على حد، رزقك مش على مديرك، رزقك مش على صاحب الشغل، رزقك عند الله. طب اخده ازاي؟ بالدعاء، بالصلاة، بالتقرب الى الله، بالصدقات، بحب الاخرين، بعدم النفاق، يعني بكثرة الادعية، هو ده هتاخد الرزق اللي عند الله. رزقنا عند الله هناخده بالتقرب الى الله. والنهاردة ليلة وترية مش هقولها تاني، يلا بينا نضغط في الحلقة بتاعتنا ونجاوب على حلقة أمس ونقول الأسئلة الجديدة. بسم الله. كان عندنا امبارح في الحلقة الـ21 أول سؤال كان بيقول على من يطلق اسم إسرائيل. طبعا ما شاء الله، الله أكبر عليكم، ناس كتير جاوبت الله أكبر. كان يطلق اسم إسرائيل على سيدنا يعقوب، كان يطلق عليه اسم إسرائيل. تاني سؤال كان بيقول متى تقال أذكار الصباح وأذكار المساء؟ أذكار الصباح وأذكار المساء، أذكار الصباح بتقال بعد صلاة الفجر حتى الشروق، من بعد صلاة الفجر حتى الشروق. طيب أنا لو قلتها بعد الشروق مش هاخد اجر؟ لا هتاخد اجر، بس انت اما بتقولها، اما بنقول اذكار الصباح بعد صلاة الفجر تتنزل عليك ملائكة حفظة، في ملائكة حفظاك. لو قلت الاذكار بعد صلاة الفجر تتنزل عليك ملائكة حفظة يحفظوك، الملائكة دي معاك من امتى؟ من بعد صلاة الفجر. تقال أذكار الصباح بعد صلاة الفجر. طب إن اتقالت بعد صلاة الشروق هل ما أخدتش أجر؟ أخدت أجر، بس أخدت أجر الذكر، إنك من الذاكرين، أخدت أجر الذكر،
لكن ما اخدتش الحصن. يبقى احنا عندنا الحصن اللي هو ملائكة حفظة من بعد صلاة الفجر حتى الشروق. طيب أذكار المساء من بعد صلاة العصر مثلا بنص ساعة لحد صلاة المغرب، إن قلتها لحد قبل صلاة المغرب، إن قلتها فنزلت عليك الملائكة الحفظة حفظوك حتى صلاة الفجر. طب قلتها بعد صلاة المغرب أخدت أجر الذكر. يبقى هو ده الفرق ما بين ان انت تقولها من بعد صلاة الفجر حتى الشروق ومن بعد صلاة العصر حتى المغرب، ده الفرق. يبقى في الوقت ده اما تقولها في الوقت ده في صلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، يبقى انت كده اخدت اجر الحصن، تنزلت عليك ملائكة حفظة، ملائكة معاك حرساك. زي ما بنيجي نقول كده ايه، ده واحد ماشي معاه بودي جارد، انت بقى ماشي معاك ملائكة. والله العظيم عايزة اقول لكم، بصوا انا ما بيعدي عليا وقت وما اقولش اذكار مثلا الاقي نفسي خدني الوقت او اتشغلت او كذا وما قلت الصلاه الاذكار العصر بعد العصر دي، يا احس انا مخنوقه جدا ومتضايقه ومتعصبه، واحد يقول يا رب يا رب يا رب يا رب، طب انا اعمل ايه؟ طب إيه؟ بص ابقى قاعده باكل في نفسي كده ما اعرفش. حتى لو انت مش عليكي صلاه اقولها، قوليها، هتاخدي برضو اكل الحصن. لو انت برضو مش عليكي صلاه، طبعا النساء فاهمين، الكهرباء قطعت. عدنا بعد انقطاع الكهرباء، يلا بينا نكمل باقي الاسئله. السؤال الثاني اللي احنا كنا بنتكلم فيه اللي هو اذكار الصباح، اجابه اذكار الصباح ومساء، وانا قلتها وكنت اخر حاجه وقفت عندها ان النساء اللي ما يكونش عليها صلاه تقول الاذكار، تقول الاذكار بعد صلاه الفجر وبعد صلاه العصر، هتاخد اجر الحصن ان شاء الله. ربنا يا رب حصلنا جميعا من كل شر ومن كل ذي شر. انا عايزه اقول لكم ان الحصن ده حاجه كده جميله، تحفظكم من الشياطين، تحفظكم لو في امور مثلا حاجه بتردها عننا طبعا كلها بإرادة الله عز وجل، تحفظكم من حتى لو حد مثلا لا قدر الله عنده سحر او عنده مس او عنده اي حاجه، دي حاجه كده يعني بتقينا من مرضة الشياطين، من المؤذيين، من الناس اللي بتأذي. ربنا يا رب يا رب يا رب يحفظنا جميعا ويحفظ اولادنا ويحفظ الجميع. وزي ما انا قلت لكم كده، طول ما انتم في معيه الله، طول ما انتم محافظين على اوقات الصلاه، طول ما انتم محافظين على الاذكار، الاذكار انا مش قادره اقول لكم هي قد ايه مهمه، اذكار الصباح واذكار المساء، حاجه كده بتريحك، بتحسسك بطمانينه، بتحسسك كده ان انت ماشي ومعاك كده حاجه، يعني ربنا بعت لك حد يحميك. عارف الاحساس ده؟ تلاقي مثلا حاجه كانت هتحصل لك، تلاقي نفسك حد حاشك، ممكن تكون تلاقي نفسك كنت هتقع تلاقي حد سندك، حاجه بتقع منك تلاقيها بتتنطط كده كان حد بيلحقها معاك. بصوا احساس فوق الرائع، جربوا كده ان انتوا تواظبوا على اذكار الصباح واذكار المساء بعد صلاه الفجر بعد صلاه العصر، صدقوني هتحسوا براحه، وقولوا لي عليها. ندخل بقى في السؤال الثالث، وكان معانا ما الصوره التي بدات باسم من اسماء الله الحسنى، وهي سوره الرحمن. الصوره دي صورة جميلة جدا 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 جدا، انا بحب، بص القرآن كله جميل وانا بحبه جدا، ولكن في صور كده يعني تمس القلب كده. تعال اقول لكم معلومة كده سريعة في سورة الرحمن. سورة الرحمن فيها ألا بآلاء ربكما تكذبان، هي دي الآية اللي عايزة اقولها، ألا بآلاء ربكما تكذبان، اتكررت في سورة الرحمن حوالي 32 مرة، 31 يا 32 يا 31 مره. عايزه اقول لكم الايه دي طول ما انتم بتقراوا سوره الرحمن وتيجوا عند الايه دي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الا بآلاء ربكما تكذبان، يرد عليك الجان المسلم يقول ايه؟ لا بآلائك ربنا نكذب بشيء. تخيل كده كل ما تيجي تقولي الايه دي يقولوا لك كده، انت تقول الا بآلاء ربكما تكذبان، هم يقولوا ايه؟ لا بآلائك ربنا نكذب بشيء. سورة الرحمن من السور اللي بحبها قوي قوي، فيها حاجات يعني الايات بتاعتها تفسيرها حلو قوي 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 قوي، يعني القرآن كله جميل ولكن في صور كده يعني تمص القلب. بحب قوي سورة ياسين، سورة يوسف، من احسن القصص
سورة يوسف، الصبر والإيمان والمواقف الكتير اللي حصلت لسيدنا يوسف، وإزاي كان يعني قدر يتحملها بقوة الله عز وجل، وإزاي هو كنبي وشاف حاجات كتير صعبة، إزاي إن إحنا يكون عندنا أمل، إزاي إن هو اترمى في غيابة الجب، وبعد كده بقى إيه، وبعد كده بقى وصل إن هو عزيزة مصر. ويعني دايما خلوا عندكم امل، السورة دي فيها كمية امل وفيها كمية طاقة عالية جدا جدا جدا، انا بحبها قوي. يلا دلوقتي بكده نكون خلصنا اجوبة الاسئلة اللي فاتت بتاعت الحلقة ال21، يلا بقى ندخل في اسئلة الحلقة ال22. معانا السؤال الاول بيقول: ما هو عدد حملة العرش يوم القيامة والمذكورين في القرآن الكريم؟ حملة العرش مذكورين في القرآن الكريم، عايزة أعرف كم عددهم. يلا يا حلوين ندخل بقى على السؤال التاني. السؤال التاني بيقول: أين ذكرت الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ذكرت في أي سورة؟ الثالث بيقول: ما هي السورة التي يطلق عليها أم الكتاب؟ يبقى السؤال الثالث بيقول: ما هي السورة التي يطلق عليها أم الكتاب؟ كده خلصنا الثلاث أسئلة الجداد بتوعنا. يا رب دايما بكون بفيدكم بمعلومات حتى لو كانت بسيطة، بحبكم جدا جدا في الله. يلا نقول كده الثلاث أسئلة سريعا سريعا. السؤال الأول: ما هو عدد حملة العرش يوم القيامة والمذكورين في القرآن الكريم؟ السؤال الثاني بيقول: أين ذكرت الآية الكريمة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ السؤال الثالث بيقول: ما هي السورة التي يطلق عليها أم الكتاب؟ وبكده نكون خلصنا أسئلة الحلقة ال22. النهاردة ليلة وترية، اوعوا تنسوا يا حلوين، وما تنسونيش من دعواتكم. عارفين لو نسيتوني من دعواتكم هعمل فيكم ايه؟ مش عارفة هعمل فيكم ايه، بس هدعيلكم برضو. صباح بكم قوي. زي ما بدأنا حلقتنا بالصلاة على الرسول، ننهيها بالصلاة على الرسول. طبعا بتكلم بسرعة خوفا من الكهرباء تقطع، قطعت 3 مرات النهاردة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يشهد الله إني بحبكم في الله، أنا مش بحبكم، أنا بعشقكم في الله والله العظيم. يا رب يا رب يا رب يحقق لكم كل ما تتمنوا، وييسر لكم حالكم، ويا رب يا رب يرزق الشباب بالزوجات الصالحات، ويرزق البنات بالأزواج الصالحين، ويوسع في أرزاقكم، ويرزقكم من حيث لا تحتسب ولا تدروا، واللي لسه ربنا ما رزقهاش بذرية صالحة يا رب يا رب يا رب يرزقكم، أنتوا شامع بنت عمي والجميع يا رب، يرزقكم بذرية صالحة عاجل غير آجل يا رب العالمين. ادعوا لهم، ادعوا الجميع كتير قوي لكل، يعني بصوا بعد ما تخلصوا دعوة حلوة قوي قولوا للمسلمين والمسلمات، يعني ادعوا للمسلمين والمسلمات، واستغفروا للمسلمين والمسلمات، استغفروا الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أنا كده قلت، أنا كده خدت بأجر، يعني كأني قلت استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، عدد خلقه ورد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يبقى أنا أخدت بعدد المؤمنين اللي في الدنيا والمؤمنات، ومين كمان؟ حتى الأحياء منهم والأموات. ادعوا الدعاء ده، وكل ده يصب في ميزان حسناتكم. يشهد الله إني أحبكم في الله. طولت عليكم قوي، بس بعمل إيه؟ بحبكم. طيب بحبكم أعمل إيه؟ طيب يلا دلوقتي هنقول إيه بقى؟ هنقول إيه؟ استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وهنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.